مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه في انطلاقه شوطنا التاسع اول اشواط هنا ايضا البكار المفتوح شوطنا المفتوح هنا لأبناء القبائل بدأت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه بعد أن انتهينا من أشواط الإنتاج نتابع الأشواط المفتوحة هنا المتواجدة 12 شوطا خصصت للأشواط المفتوحة نتابع أولها هنا في هذا الأداء الجميل وسلهودة من تفتتح صدارة السلطان بن علي بن سلطان بن ميرين لقتبي من تفتتح على صدارة المركز الثاني هناك سنة لمحارب بن عبد الله بن محارب الشمري من تأتينا على المركز الثاني وتتسلل إلى الصدارة من الجانب الآخر هناك أيضا بنت الخروف محمد بن عبيد بن محمد بن ضافي العامري من وصلت بهذا الأداء هنا أيضا راهية أحمد بن علي بن محمد بن واس لقتبي وتأتينا هنا أيضا رعبوبة منصور بن أحمد بن كراز المهيري والتسلل من غدارة محمد بن عبد الله بن جابر لبريدي ووصلت ملازيم لسعيد بن حمد بن عود العامري وهناك تأتي ظبي أحمد بن محمد بن نقاش العامري من تأتينا هنا في هذا الانطلاق المميز على ثامن المراكز والمركز التاسع تأتينا هناك في سفورة سلطان بن إيريو بن محمد المنصوري وعلى المركز العاشر المنطلقة هناك شعار ممثل السلطنة هي تواجد مع أسباب وعبد الله بن سعيد العسكري من يأتينا على المركز العاشر هذه هي الأسماء للعشر المراكز الأولى وهناك شعارات هناك أسامي تتواجد خلف المراكز العشرة الأولى أيضا ترقبوها في الكيلومتر الأخير نعود مشاهدينا الكرام إلى سلهودة هنا على الصدارة سلهودة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك السلطان بن علي بن سلطان بن ميرين نكتبي هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة المركز الثاني ملازيم لسعيد بن حمد بن عود العامري وصلت هنا وصلت أيضا في سفورة في سفورة لسلطان بن ريو بن محمد المنصوري يأتينا هنا على المركز الثالث إلى المركز الثاني المركز الرابع والمنطلقة هنا رعبوبة رعبوبة منصور بن أحمد بن كراز المهيري مع رعبوبة رابعا وفي المركز الخامس المركز الخامس أسباب عبد الله بن سعيد العسكري على خامس المراكز وفي المركز السادس تأتينا الضبي أحمد بن محمد بن نقاش العامري على سادس المراكز وفي المركز السابع هنا المركز السابع عندك ابن فرحة سابعا وفي المركز الثامن هناك أيضا الانطلاق مشاهدينا الكرام من غدار محمد بن عبد الله بن جابر المري وبعود إلى الصدارة بعود إلى المقدمة بعود إلى فسفورة قصورة عفوا هي اللي من غيرت على الصدارة قصورة من غيرت على المقدمة وعلى المركز الأول سلطان بن إيريو بن محمد المنصوري عفوا أيضا على هذا الأداء هي هنا قصورة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ولكن سلهودة سلهودة سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين على المركز الثاني والتحديات التحديات هنا قصورة وسلهودة قصورة وسلهودة هنا في صراع وفي تحدي قصورة هي على الصدارة قصورة على المقدمة على المركز الأول وسلهودة المحاولات الجدية قصورة وسلهودة سلهودة وقصورة الله ولكن قصورة 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 على الصدارة على المقدمة على المركز الأول تهانينا هو الناموس على هذا الأداء السلطان ميري بن محمد المنصوري وسلامنا هالوثبة على هذا الأداء المركز الثاني سلهودة سلطان بن علي سلطان ممرين المركز الثالث وصلت هناك أيضا أسباب عبد الله بن سعيد العسكري والمركز الرابع المركز الرابع لمحمد بن عبد الله بن جابر البريدي وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام هناك التدخلات القوية وهنا التوقيت الزمني الذي سجل هذا الانطلاق المميز الجميل هنا
هذا الأداء من قصورة، من أيضا انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة والمركز الأول. قصورة هنا على الصدارة، أدت السلام إلى أهالي الوثبة بهذا الانطلاق المميز بأربع دقائق 24 ثانية 66 جزء من الثانية. أفضل توقيت يسجل تحت أقدام قصورة. تهانينا هنا على هذا الأداء المميز. سلطان بن يريب بن محمد المنصوري، بينما المركز الثاني سلهودة، وقدمت أيضا عرض تشكر عليه على هذا الأداء، ويشكر بو محمد على هذا الأداء المميز. سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين لقتبي مع سلهودة الذي قدمت هذا العرض المميز. قاطعت مسافة هنا أيضا 3 كيلومترات في 4 دقائق هنا التوقيت الزمني لها بهذا الأداء الجميل هنا، و 24 ثانية و 92 جزء من الثانية. أيضا توقيت مميز يا أبو محمد مع أيضا سلهودة المركز الثالث. كان مشاهدينا الكرام المركز الثالث، ولحظة الوصول من أسباب عبد الله بن سعيد العسكري في 4 دقائق 28 ثانية 28 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني لهذا الأداء المميز.